جديد حرف أ. كاتبة غمرة على لاتر أ، الحرف أ، لاحظ. سكريبت ماجسكيل، سكريبت مينيسكيل، سكريبت ماجسكيل، كرسي مينيسكيل، كرسي أ. راح نكتبو تاريخ اليوم. دات اليوم اش عندنا؟ أربعاء، ميركردي. التمرين الأول، جو كولوري كون جونتون لا لتر أ، ألون عندما أسمع حرف أ، لا لتر أ. عندي هنا هذه الصورة كادو، كادو راح نلونها، سمعنا حرف الأ، كادو. شابو، سمعنا حرف الأ، شابو، سمعنا حرف الأ، لونه. كلي، ما سمعناش حرف الأ. بانان، سمعنا حرف الأ، با، بانان. Je souligne au sattir les mots, الكلمات, quand j'entends la lettre A. عندما أسمع حرف A. راح نسطر. Phrase. Phrase. سمعنا حرف الأ، إذن أسطر تحت phrase. Camarade. سمعنا حرف الأ. Chemin. ما سمعناش. Maman. سمعنا حرف الأ، إذن أسطر. هنا جولي لي سيلاب. راح نكتبو راح نقراو السيلاب. هذا حرف دا، فا، ما، لا، نا. جو غو كوبي، راح نكتبو حرف الا عدة مرات. ا، آ، آ، نكتبو آ هكذا الشكل. آ، آ، نكتبو آ. أغبغ، شجرة معناها أغبغ، راح نكتبو أغبغ. شجرة. عندنا هنا لاتخ اي، راح نقراو حرف الأ و اي. اي عندو كات فورم، شوفو الشكل تاعو كيفاه. اي 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 اي، تعلمو اي الشكل تاعو عندو أربع أشكال. هنا راح نربطو. جو غولي لي زافيغ سكولار، راح نربط أدوات المدرسية افيك لوغ نو، مع الاسم تاعها. عندي هنا ايماج، هنا الاسم تاعها. هذه مقلمة، واش نسموها؟ لا تخوس، راح نربطوها في لا تخوس، احفظوهم. لا لا تخوس. عندي هنا كتاب، واش نسموه؟ لو ليفغ، راح نربطوه في لو ليفغ. لو كريون، قلم، راح نربطوه في لو كريون. اذا جونتور لي لاتر اي، راح نضع دائرة على هذا الحرف اي، اللي راه في الدائرة. هذا حرف اي، نضع عليه دائرة. هذا حرف ا، اف، اي، راح ندير دائرة. اغ، بي، او، اي، هذا حرف الاي، اضع دائرة. حرف البي، ان، اي، هذا اي، اضع دائرة. هذه مراجعة. اليوم عرفنا زوج حروف، عرفنا حرف الاي، وعرفنا الادوات المدرسية، لا تخوس، لو ليفغ، لو كريون. هذه ادوات مدرسية، احفظهم. لا تخوس، لو ليفغ، لو كريون. عرفنا حرف الاي، هذه كتابة تاعو اشكاله الاربعة. لاحظ كتابة الاي، اي. عرفنا حرف ا، عنده كات فورم ايضا كتابته. عرفنا سيلاب، قريناه من دا، فا، ما، لانا. ونقلنا حرف الا بالتوفيق.